السلام عليكم. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم طريقه نتاع التحضير الكرشه او الدواره او التقليه، كلها شنو كيقول لها في السميه. هنا عندنا كيلو ونص ديال الدواره، عندنا بصله كبيره، عندنا مطيشه كبيره، عندنا كاس ديال العنبه ديال الحمص، عندنا معلقه صغيره ديال الثومه، عندنا معلقه صغيره ديال الكمون، عندنا السودانيه على حسب الذوق، عندنا حامضه مصيره، عندنا معلقه كبيره ديال المعدنوس، عندنا معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود، عندنا معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه كبيره ديال التحميره، عندنا زيت الزيتون، عندنا هنا الملح. المكونات الا بغيتوا تشوفوا طريقه التحضير ديالهم راه عندي على القناه، منهم المعدنوس، الحامض مصير، ثومه، التحميره. عندنا الدواره، الحامض، المعدنوس، الثومه، التحميره. الا بغيتوا تشوفوا طريقه ديال التحضير ديالهم راه هما عندي موجودين على القناه. تشوفوا الطريقه كيفاش نظفت الدواره ديالي، راها عندي على القناه اللي كنقيوها وكنقطعوها ونملحوها، يعني حتى كتوجد لنا وتولي لنا هكا. هنا درت الفلفل، الخرقوم، سكينجبير، هنا غادي نزيد هاد الثومه هذه ديالي. هذه بالنسبه اذا كانت عندكم هاد الثومه بودره راكم ديروها، ما كانش عندكم يمكن لكم ديروا معلقه صغيره ديال الثومه مدقوقه، يعني كتخبطوا الثومه كتدقوها كديروا معلقه صغيره تكون عامره. هنا التحميره ديالي، الملحه على حسب الذوق، هنا كنكونوا غسلينها بالملحه ما خصناش نكثروا الملحه في الاول. هنا الكوكوط ديالي راني رديتها فوق النار، هنايا مطيشه راني نقيتها وحيدت لها الزريعه وغادي نقطعها طريفات، ماشي صغار ماشي كبار. هنا البصلة ديالي حتى هي غادي نقطعها، ما نقطعش بعيدة بزاف. غادي نقطعها مكعبات رقاق. هنا بعد ما بدات كتغلي لنا الطاوه كنحركوا الطاوه ديالنا باش الدواره ديالنا كلها كتدخل فيها العطريه. هنا دابا غادي نزيدوا هذا نص كاس ديال زيت الزيتون. بعد ما زدت زيت الزيتون وزدت مطيشه والبصله، هانتوما تلاحظوا انا راني ما درتش الماء، يعني غير ديك الماء ديال الدواره مع الزيت مع الماء الذي تلقنا مطيشه والبصله. دابا هنا غادي نسد الكوكوط، ضروري من الكوكوط. وبالنسبه لوقت الطياب كتبقى على نوعيه الخروف، واش حولي واش خروف. ان كان الخروف راه كيطيب دغيا ما كنكثرولوش الماء، والا كان الحولي راه حنا خصنا الدواره ديالنا نغطيوها هكا تغطى كاع بالماء، الدواره من التحت والماء من الفوق. هنا دابا غادي نسد عليها 30 دقيقه وعاد نحل عليها عافيه، من بعد ما غلات عافيه تكون مهيله. اي حاجه بغيتوها طيب لكم طيب دغيا وطيب مزيان فواحد اللذه هي تكون العافيه مهيله. هنا بعد 30 دقيقه حليت عليها، لقيت الدواره دخلها الطياب، يعني راه تقريبا طايبه. هنايا الحاجه الا بغيتوها طيب لكم دغيا هي العافيه تكون مهيله. هنا انتم تشوفوا حتى الماء راني ما زدتوش، يعني غير ديك الماء ديالها طابت فيه، علاش؟ حيت طيبه على المهل. انا عندي هنايا الدواره ديال الخروف، ولكن الدواره ديال الحولي راه غادي ترفد لكم الوقت اكثر من هكا، وخصكم ديروا تزيدوها الماء. هنا دابا انا ملي نزيدها لا ما لا والو، نزيد عليها الحمامصات، نزيد هاد السودانيه،
باقي نعاود نغطيها 15 دقيقه. علاش 15 دقيقه؟ لحقاش عندي الحمص طياب. كوكان الحمص ما طيابش راني غادي نقفل عليه اكثر، وغادي نزيد الماء، غادي نزيد المرقه. دابا هنا ما غادي نزيدش المرقه. هنا بعد 15 دقيقه حليت على الطاوه ديالي، الحمص راه هو طايب. هنا غادي نزيد واحد نص كاس ديال الماء بالكاس ديال العنبه، تقريبا نقول لكم واحد 6 المعالق كبار ديال الماء. غادي نديرهم غير هكا في الجنين. الحمص راه هو طايب. دابا هنا غادي نزيدو هذا المعدنوس، واللي ما عندوش هذا يمكن له يزيد معلقه كبيره ديال المعدنوس مقرض يعني طري. غنزيد هذا الكمون، هنا غادي نخليها 4 ديال الدقائق ونطفي البوطه. هنا الطوار ديالنا هي واجده. كما سبق لي وكنقول لكم في هاد الاطباق ديال اللحم كنديروا كنقطعوا واحد الاناء كنديروا فيه الماء طايب كيغلي، وكنحط عليه الطبصيل، وعاد باش كنصبوا فيه يعني حتى كنقلبوا الطبصيل ونلقاوه سخون عاد باش كنصبوا، وكنخليوه هكا فوق ديك الاناء سخون الا حتى لساعه التقديم. التقليه ديالنا او الدواره هي واجده، وراه سبق لي وحضرت لكم تقليه بشرموله، الا بغيتوا تشوفوها راه عندي على القناه، ومازال عده طرق باش كنقدموا التقليه او الدواره. الا بغيتوا توصلوا بكل جديد ما عليكم الا تضغطوا على زر الجرس اللي كيبان لكم دابا على الشاشه. وهذا هو التقديم النهائي، ونتمنى الفكره تعجبكم وتشاركوها مع العائله والاصدقاء، وما تنساوش تحميل تطبيق كويزين ربيعه او مطبخ ربيعه على الهواتف، وبالصحه والراحه. Thank you.